خلينا مع مرة. بعض كده بالراحه نفتكر اللحظه دي، اكننا دلوقتي انتوا بتشوفوا بعض لاول مره. عايز اشوف النظرات اللي كانت في كل عين فيكم للتانيه في اللحظه دي. بص لها كده وفكروني. يلا يلا اتفضلوا. قعدنا يعني شويه، انا كنت في التوقيت ده كنت راجعه عايزه. طب هي كانت شايله لان هي الزوجه الاولانيه، انت بقى كان مشاعرك ايه؟ خايفه طبعا، خايفه منها في نظرها او في نظر العامه ان دي اخذت زوجي مني. فانا رايحه ما اعرفهاش، ما كنتش اعرف، كنت بكلمها في التليفون على فكره فتره 6 شهور كنت مخطوبها لمصطفى. كنت مخطوبة لمصطفى بس مخطوبة لفاطمة، يعني أنا بكلم فاطمة مش بكلم مصطفى. فترة 6 شهور اللي هي قبل الزواج تقولي لها إيه؟ نتكلم على كل حاجة. هي بتقول لي طباع مصطفى ساعات إيه؟ 7 ساعات في اليوم؟ بتكلموا في كل حاجة. بيحب إيه ما بيحبش إيه؟ إيه بيزعل إيه ما بيزعلوش؟ هي خلاص اقتنعت إن مصطفى هيتجوز. وأنا كنت ناوية إن أنا أفرش معاها الشقة وأروح معاها وأحضر الفرح بقى، وكنا متفقين على كل حاجة. الفرح؟ لا ما رضيش مصطفى.